ابو فواز السياسه عند ابو فواز. القصيده اللي بنى عليها فكره، انا سبق القصيده هذه ذكرتها في لقاء سابق في قناه الواقع، وهذه ميزه الشعر. الشعر احيان الشعر رساله، واحيان تستغله في فرص قد تكون حتى تكسب فيه بر في الوالد. نعم. من الافكار اللي كتبنا عليها قصيده، كنت يوم من الايام جالسين مع الوالد، وكان يوجهنا في نصائح عامه عن الدين وما الدين، انا واخواني جميع، واخذت هل الكلام اللي قاله النصائح النصيحه اللي قالها ووجهها فيها، قلت بترجمها في قصيده حلو وبسمعها الوالد. جميل. وكتبت هالنصائح في قصيده واقولها لكم. تفضل. يقول: ابدا الحياه الطبيعيه برسم الهدف والمنهج اللي يوديك النعيم مسلكه، واللي يدور بغير الدين عز وشرف ضايع، وما في حياته منفعه وبركه، تلقاه عايش بضيقه وانقسام وصلف، لو ماله يزيد ميزانيه المملكه، والدين راعيه عايش في نعيم وترف، لو ان مصروفه الميسور ما يملكه، ولا تذمر تقول الوقت ضدي وقف، لا زاد همك على رب العبادة اشتكه، ما فيه عبد اللي جال الله ذل وضعف، واحذر من ابليس لا ياخذك للتهلكه، عن مجلس الذكر والتسبيح لا تنصرف، والكذب لا تنهجه، والدم لا تسفكه، ولا تجالس منافق نملك وانكشف، مطلق لسانه ويلوي بالنفاق احنكه، ولا تصدق قليل الخاتمه لو حلف، يضحك وقصده يخلي هيبتك مضحكه، واللي بوجهك رمى واللي بظهرك حذف، ما شفت لخيولهم ضد العدو ادبكه، خلك مع الحق لو ضدك يصير اعترف، حبل الهلاك كرمه وحبل النجاه ادركه، صحيح وجهه نظرنا تتفق تختلف، ما في خشمنا بنعزه وخشمنا بنفركه، لكن بنهاية الأمر النعيم الهدف، وفي خدمة الدين ننزل ساحة المعركة. يا سلام يا سلام يا سلام. هذه من فكرة جميلة الأفكار اللي جت قصيدة رائعة. الله يطول أعماركم. الله يطول أعماركم. راعي السياسة، نتيجة راعي السياسة بنفس السؤال. والله شوف، القصيد على حسب الشاعر، كل شاعر وله اسلوبه وطريقته. ما في شيء، في شاعر موقف، في شاعر حمار.